بستنى نرحب بضيفنا مهندس المعلوماتية طلال شرابي، خبير بمجال التكنولوجيا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش من السؤال اللي انطرح بالمادة التعريفية، هل من الممكن أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي هي منصة ناجحة لشخص ليعمل له مشروع حاليا؟ الحقيقة أكيد اليوم منصات التواصل الاجتماعي صارت هي العالم البديل، العالم الواقعي اللي احنا عم نعيشه اليوم، بحيث انه الإنسان صار بيقدر اليوم يقدم فيه كل أنواع الخدمات اللي ممكن يقدمها بالحياة الطبيعية وبأقل التكاليف، لأنه اليوم صار سهولة التواصل مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه أكثر بكتير صارت من التسويق التقليدي. فبالتالي انا اليوم لما بطلع باي خدمه او سيرفيس او منتج صار في سرعه كثير كبيره اليوم بتوصيل هذا الفكر لاكبر عدد من المتابعين واكبر عدد من الناس اللي عم تتابع وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي هي اليوم اكيد هي سلاح فعال جدا اليوم بتوفير او تسويق المنتجات والمواد اللي الانسان حابب يسوقها، وخصوصا اذا كان عم نعمل ستارت اب بزنس، يعني اليوم عم ننشئ بزنس من الصفر. فوسائل التواصل الاجتماعي اليوم على مختلف أشكالها هي أحد أنواع التسويق اللي إذا بدك المجاني اللي بتساعد على ارتفاع نسبة ترويج المبيعات. طيب خلينا نحكي معك أستاذ طلال، كيف فيني اليوم فعلا استثمر مواقع التواصل الاجتماعي لأبدأ بمشروعي الخاص؟ لأنه في كثير من الشباب فعلا عم يحاولوا ضمن دراستهم ضمن بيئتهم يكونوا هن فعلا لهم مشروعهم الخاص ضمن هي التفاصيل. هلا الحقيقه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا اليوم اذا عم نحكي على منصه فيسبوك، نحن اليوم منصه فيسبوك كونها هي كمان استحوذت على منصه واتساب، اليوم الحقيقه هي عم توفر منصه افتراضيه كثير مهمه للتسويق الالكتروني وانشاء الشركات الافتراضيه اذا بدك. اليوم منصه فيسبوك اليوم لما بتعطيكي خلينا نقول كل الادوات اللي بتخليها تنشئ شركه افتراضيه من العنوان من وسائل خلينا نقول التواصل اللي هي عم تربط كلها بين بعضها بين الواتساب والفيسبوك والانستغرام، اليوم هذا اليوم بيساعد كثير انه انا لما بدي اجي اطرح اليوم فكره شركه او انشاء بزنس جديد كثير عم بيكون سهل هذا الموضوع، وخصوصا انه المنصه عم تاخذ منك المعلومات اللازمه لانشاء شركه، مثل نوع الخدمات، مثل العنوان الالكتروني، العنوان حتى الجغرافي اذا في عنوان جغرافي، ارقام التليفونات. فبالتالي اليوم انا اللي عم بستفيد منه من هي المنصات اليوم انه انا اليوم عم بنشئ شركه افتراضيه، بالتالي المنصه بشكل تلقائي عم تساهم اليوم بانجاح هذا العمل، عم تساهم هي اليوم باعاده نشر هذا النوع من الاعمال باماكن اخرى على مجموعات اخرى حتى من دون ما يكون في اي جهد شخصي من صاحب هذا العمل. فبالتالي اليوم الشيء اللي حتى نعتمد نحن اليوم احد اهم اسباب النجاح بهذا الموضوع انه دائما نكون نحن صادقين بالمعلومات اللي عم نحطها، لانه دائما اليوم كل ما كان في مصداقيه اعلى كل ما كانت المنصه عم تستجيب ايجابيا لك بشكل اكبر. وهذا اللي كان بدي اسالك عليه، يعني اليوم بقدر ما مواقع التواصل الاجتماعي سريعه الوصول صحيح. وقادره على الانتشار بقدر ما في لسه عدم مصداقيه بعملها، وطبعا كمان بيساهم هذا الشيء بالمعلومات اللي منشوره صحيح. اليوم انا لما شخص بده يقول انا ممكن اقدم واقدم واقدم وافتح الصفحه لاقي حتى البريف التعريفي اللي موجود ناقص او ما نو كامل صحيح. رح خاف اني اجرب اي شيء هو عم بيقدمه صح. فشو هي المعلومات المهمه اللي لازم تكون موجوده بكل تعريف لاي مشروع كان سواء مائي اجتماعي خدمي اي شيء بيكون عم بيقدمه؟ هلا اليوم كثير مهم انه يكون في نوع من التواصل الفيزيكال بين الاطراف اللي هي عم تقوم بالعمليه التسويقيه واللي عم يستفيد من الخدمه اللي عم تتسوق. بمعنى اليوم هلا انا بعمل انشاء لشركه او صفحه شركه على الفيسبوك او حتى بعمل واتساب بزنس مثلا، بس ولكن اليوم انا اذا ما في تواصل بشكل مباشر بين الاشخاص اللي هن خلف الصفحه وبين الاشخاص اللي عم بياخذوا هي الخدمه، فهذا اول عامل سلبي يؤدي الى نوع من زعزعة الثقه بين الاطراف. هي واحد. اثنين، كثير مهم انا اليوم اني انا احط اكبر قدر من المعلومات اللي هي بترفع سويه الثقه بالقارئ اللي عم بيتلقى هي المعلومات. يعني اليوم انا مثلا مثل ما حضرتك تفضلتي هلا مثلا عم نحكي على فلنفرض خدمه تسويق مثلا لخدمات
خلينا نقول مثل تسويق خدمات متجر اونلاين مثلا. هذا المتجر اونلاين اليوم اذا ما كان فعلا اليوم هو اول شيء حاطط انا اليوم عنوان فيزيائي معروف ضمن البلد انه في شركه مرجعيه له، فاول شغله بيخاف منها الواحد انه مين في وراء هدول، يا ترى في نصب او ما في نصب. اثنين شغله كثير مهمه اليوم انه دائما انا بدي حافظ دائما على سرعه تواصل مع الناس اللي عم تواصل معي. ليش؟ لانه اليوم مثل ما بتعرفي بصفحه الفيسبوك في عندك الريفيوز، في عندك الكومنتس. اليوم كل ما كانت الكومنتس والريفيوز اعلى، سويتها اعلى، كل ما كان في فعلا ثقه انه في اشخاص موجودين، في نوع من بشوف انه في حدا مجرب، تمام، في حدا عم بسمع تجارب غيري حتى اعرف شو اللي. بس لبين انا لما بشوف الناس عم تحكي ما حدا عم بيرد، معناتها اليوم بصير يكون في عندي اشاره استفهام كبيره. صحيح. طيب خلينا نحكي لكل حدا حابب فعلا يبلش مشروع جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف فيني اتفادى الاخطاء اللي ممكن يوقع فيها اي حدا بيبلش هيدا المشروع؟ هلا الحقيقه يعني في قواعد اساسيه اليوم لانشاء اي مشروع على وسائل التواصل الاجتماعي. اول شيء دائما بده يحاول ينطلق من منصه يكون فيها موثوقيه، يعني دائما يحاول اليوم لما بده يعرف عن نفسه يطلع من اماكن اساسا فيها ثقه. مثلا اليوم في صفحات معروفه كثير على الفيسبوك، لما انا بدي بلش اطلع بهذا البزنس بطلع عن طريق هي الصفحات بعرف عن نفسي لحتى العالم تعرف انه اليوم في هي المرجعيه الموثوقه عم تعطي دعايه لهاد، فمعناتها في ثقه، فبلش انا اتابع هذا الموضوع. اثنين اليوم مثل ما حكينا قبل شوي كثير مهم انا اليوم انه يكون في عندي رقم او رقمين، دائما يكون في سرعه تواصل بحيث انه اذا كان في شكوى، في حب، في معرفه اكثر، يكون في استجابه من بين الاطراف اللي انا عم بقدم لها خدمات. ثلاثة والأهم أنه أنا اليوم كتير 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 مهم أني أنا أحكي قد ما بقدر، وسع كتير عن نوع الخدمة، لأنه اليوم أول شيء هو هذا المكان اللي أنا عم بعبر فيه عن نفسي، فإذا ما عبرت فيه بشكل صحيح فحيكون المردود سلبي بشكل. فلذلك كل ما أنا وسعت بالمعلومات اللي لازم أنا أطرحها كل ما كان أفضل. نعم. قبل ما نختم حديثنا خلينا نعرف شو أهم الأخطاء اللي ممكن الشخص يرتكبها اليوم من خلال تصميم صفحته أو مشروعه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بتنصح بالابتعاد عنه. هلأ الحقيقة أهم الأخطاء اليوم اللي هي قد تؤدي إلى مشاكل الحقيقة اليوم هي تكرار، خلينا نقول تكرار أنواع المنتجات اللي بتطلع بصفحات أخرى. مثلا أنا اليوم إذا عم أقدم خدمة جديدة حتى لو في حدا غيري عم بيقدمها ما لازم انا اليوم اتبع نفس هذا الطريق، لانه عاده شو بيصير الناس بتصير بتعتبرها انه هي نوع من الريبليكا او التكرار، فما كثير بتهتم. اثنين اليوم بدي احاول انا ابتعد. اليوم في ناس كثير مرات بفوتوا بنوع من الدعايه الاجتماعيه لبعض الامور او المناسبات اللي ما لها علاقه بالشغل، فاليوم هذا كمان بيؤدي الى انخفاض نسبه جديه الصفحه اللي هي عم تقوم. ثلاثة اليوم برجع بأكد مرة تانية أكيد أنه اليوم أهم أحد أنواع الأخطاء اللي بتصير اليوم أنه دائما اليوم بيعتبر الإنسان بالعالم الافتراضي أنه بإمكانه يحكي اللي بده إياه، بس ولكن إذا بيحكي بطريقة دائما تكون صادقة على قده ما هي يكبر الموضوع حتى يقدر يقدم بالحد الأدنى الشيء اللي هو عم يلتزم فيه. هذول عوامل كتير مهمة لحتى تكون بدايته صح للإنسان. يعني فينا نقول البساطة والعفوية بالطرح بتجذب الشخص، وبنفس الوقت المظاهر بتلعب دور. صح. يعني هذا الانعكاس والازدواجية عند الناس، يعني كتير في بساطة وعفوية العالم تنتبه، وقد ما في عندك مظاهر العالم بتلحقها. صح. فقديش بيكون الواحد قدران يلعب على هاي النقطتين. صحيح. بطريقة ذكية نوعا ما. بدك دائما تحاولي انت اليوم تحكي بلغه العالم الطبيعيه او خلينا نقول الشعبيه، تمام، بدرجه اولى، وبنفس الوقت بدك تحاولي تخاطبي سويات مختلفه من العقول. يعني اليوم الخدمه اللي انا عم اقدمها قد تكون هي خدمه مستواها شوي عالي او مستواها شوي منخفض، بس ولكن انا اليوم بدي احكي دائما بدي احاول دائما المظهر يكون مرتب، يعني انيق، بحيث انه انا لما افوت على صفحه الفيسبوك ما عجقة كتير هيك وألوان وبعرف شو وبوستات، لا، تكون أنيقة بتدل على الخدمة اللي عم أقدمها. وقد ما كنت اليوم عم بحكي بلغة بسيطة مبسطة كل ما العالم انجذبت لنا أكثر. أكيد. يعني هي معلومات مهمة اليوم قدمت لنا إياها ونصائح، خلينا نقول من الوسط المعلوماتي والتجارب، وطبعا خليني أقول التجارب الكبيرة بهذا المجال. نتشكر وجودك معنا مهندس المعلوماتية طلال شرابي، أهلا وسهلا فيك. شكرك. شكرا جزيلا. نتشكرك كثير. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا.